هذا شهريار وهذه شهرزاد قاعد تحكي له قصة من قصص ألف ليلة وليلة. اللي نحت هذا التمثال هو النحات العراقي الكبير محمد غني حكمت. أنطيك معلومة يمكن ما سامعها قبل، 66 عمل من إيد هذا النحات الكبير موجودة بساحات وشوارع بغداد، نصب إنقاذ الثقافة العراقية، المتنبي بغداد الفتاة، بساط الريح ومصباح علاء الدين. وما ننسى كهرمانة اللي موجودة ببداية الكرادة، أكثر مكان يرحوا له الشباب، وقصتها المعروفة من عاقبة 44 حرامي وذبت عليهم زيت حار. ماهر بالله سج قدر راد لنا زيت على مود نحاسب الحرامية الموجودين. وهذا النحات الكبير محمد غني حكمت هو اللي حول بغداد إلى متحف كبير جميل. انولد سنة 29 ورحل سنة 2011، رحل لكن ترك بصمة كبيرة بعيون البغداديين اللي لازم يصادفون واحد من أعماله وهم يفترون بشوارع العاصمة.